احمد الحكيم كان متواجد في الملعب كما ذكرت لاحقا سوف ينضم معنا في عبر سكايب. احمد الحكيم كان متواجد في الملعب وسجل فيديو تحدث به عن الملعب وتفاصيل داخل الميدان، فنتابع ماذا قال احمد الحكيم. السلام عليكم، تحياتي الى جميع مشاهدي قناه رابعه. مثل ما تشاهدون الان اني في ملعب استاذ خليفه الدولي، الملعب الذي سيحتضن مباراه منتخبنا الوطني يوم غد. مثل ما تشاهدون من خلفي لاعبين منتخبنا الوطني يجون عمليات الاحماء قبل انطلاق الوحده التدريبيه. الملعب ما شاء الله ارضيته جدا ممتازه، ايضا يمتاز الملعب مثل ما تشاهدون بمكيفات الهواء اللي تنتشر في جميع انحاء الملعب، يعني في هذه الجهه وفي سقف الملعب ايضا وجميع الجهات الملعب. اعتقد درجه حراره الان تتراوح ما بين يعني 15 او 20. الجو هنا يعني بارد الى حد ما، خالي تماما من اي رطوبه موجوده في الملعب. تمنيات منتخبنا الوطني بالتوفيق ان شاء الله يوم غد.